أن الله جعل الإنسان عنده قابلية لتغيير أخلاقه من خلق إلى خلق، ويؤثر في ذلك كثيرا المجالسات والمزاولات للأعمال والمصاحبات للخلق والطوائف. وأنه توهم بعض الناس أن الخلق في الإنسان ما يقبل التغيير، وأخذ يبرر لنفسه ويتعذر ويقول طبعي هكذا وأنا طبيعتي هكذا، هذا من أصلي، هذا الخلق فيه، أنا ما أقدر أغير نفسي. يقول له لا، لو كان الأمر كذلك لما كانت فائدة في إنزال الكتب وإرسال الرسل، خلاص كل واحد بأخلاقه وانتهينا، ما يتغير، ولا بطلت الوصايا والنصايح والمواعظ كله من شأن تتغير أخلاقك إلى ما هو أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. إذن فهناك قابلية للتهذيب وللتغيير، لكن بشيء من المجاهدة، ويختلف من واحد إلى الثاني، واحد قابليته سهلة للتغيير وواحد صعبة، وذلك بتأكد الخلق وضعفه. وإذا انضاف إليه أنه يرى أن الخلق السيء هو الأفضل، وإذا كان جالس الذين يتبجحون بذلك الخلق الخبيث ويرونه شرف، فهذا تغييرهم أصعب وأصعب يكون، ولكن لا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء.